السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم وأوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايبكم شغلة حلوة ظريفة، الشاب اللي كان مش الكاميرا عم يصور خلف الكواليس راح أسبوع زمان على كانتون إيطالي اسمه تيسين، راح على منطقة حلوة جميلة هيك بالجبال، واختار لنا أربع خمس مقاطع حلوين هلا بدكم تشوفون إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم لايك مشاركة تعليق، ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله. موسيقى